اهلا بكم اعزائي مشاهدي متابعي قناه مهارات زراعيه في كل مكان، والنهارده ان شاء الله مع فيديو جديد مفيد باذن الله. الحقيقه جات لي رسائل كتير جدا على صفحه القناه بتقول ان الغالبيه بتعاني من تربيه الفل. البعض بيقول عند الفل بيكون لونه اصفر والزهر بتاعه قليل، البعض بيقول ان شجر الفل عندي بعد فتره بيبدا يموت وما بعرفش يعني استفاد بيه، البعض بيقول لي انا بتمنى يكون عندي شجره فل لونها جميزه وبشوفها في المشاكل ورقها اخضر وعريض وفيها زهر كتير. الحقيقه انا قررت بمناسبه عيد الاضحى المبارك ان اقدم لكم هديه جميله بمناسبه العيد. الهديه مش هي هديه ملموسه او عينيه، لكن ما هي هديه معنويه. هقدم لك في 7 نقاط محدده ازاي تعتني بشجره الفل بتاعتك، ازاي يكون عندك شجره فل خضراء ورقها عريض مليانه جدا بالازهار الكثيفه. يلا معانا نبدا الفيديو حالا، اتفضل. شايفين حضراتكم بقى الجزء ده كده، ده عباره عن سيران او شبك تظليل او بنسميه نت بالعاميه كده. ده مهم جدا هنعرفه دلوقتي، وده ليه دور هام جدا في موضوع فيديو النهارده. نبدا الفيديو ان شاء الله. لما اتكلم عن النهارده هنتكلم على اولا الفل المزروع في الارض المستديمه مش في اسس او بوت. الفل طبيعته شجره او شجيره بمعنى صح، ان تبقى الشجره كبيره شجيره مستديمه الخضره، لكنها تدخل في طور او مرحله السكون، بيكون في سكون للعصاره ويبدا النبات يتوقف عن النمو خلال فتره الشتاء. وممكن في بعض الاماكن اللي فيها شتاء شديد او بروده شديده في الشتاء بيحدث تساقط الاوراق وتبقى الفروع او الاغصان خضره فقط، لكن مع بدايه فصل الربيع بيبدا النبات في دوره نمو جديده ويبدا في هذا النمو من بدايه الربيع حتى نهايه الخريف. فاول خطوه انا هعملها في حاله لو انا زارع نبات فل في الارض التقليم الشتوي. طبعا ده بيحدث في نهايه فتره الشتاء تقريبا في نهايه شهر فبراير او منتصف شهر فبراير، وبيكون التقليم هنا مش تقليم جيد، لكن انا بحاول بقدر الامكان اعمل تقصير للاغصان بطول حوالي 15 الى 25 سم حسب حجم النبات الموجود عندي، واتخلص في التقليم ده من الفروع الجافه والمصابه والاوراق الناشفه، وبقدر الامكان اخلي شكل النبات عندي على هيئه كاس بحيث يكون منظره جميل. دي اول خطوه. الخطوه الثانيه انا هضيف سماد عضوي او سماد بلدي تام التحلل في شهر 2 برضو بعد التقليم مباشره. اذا هنا لو انا زارع في ارض مستديمه اول خطوه هعملها هقلم شتوي، تاني حاجه هعمل اضافه للسماد البلدي، كمان ممكن اضيف سوبر فوسفات الجير بمعدل 5 الى 15 جرام لكل شجيره حسب عمر وحاله الشجره. تمام كده اتكلمنا عن لو انا زارع نبات في الارض المستديمه. طب انا زارع بقى النبات ده في بوت او في الصيص هعمل ايه؟ مهم برضو ان انا اعمل النقطه دي كويس جدا او اراعي النقطه دي كويس جدا جدا. لو انا شاري شتله من مشتل جديده لسه، او حد مديني شتله مثلا هديه، لازم كويس جدا افهم النقطه ديت. لازم اعمل تغيير للاناء على الاقل مرتين في السنه، ممكن مره في بدايه الربيع وممكن مره في منتصف شهر اغسطس، لان طبعا الاناء اللي انا اكون جايبه بيكون النبات فيه بيبدا يكبر شويه ويبدا الجدر يملا الاناء ويبدا النبات يتوقف عن انتشار الجذور بالتالي يتوقف النمو بتاعه. فمهم جدا ان انا اعمل عمليه تغيير لحجم الاناء بتاعي. لو انا مثلا جايب النبات في اناء مثلا او بوت او قصيص 14 مثلا مقاس 14، ابدا ادوره او انقله في في قصيص ثاني مقاس 20 مثلا. كويس، لو انا جايبه في 20 انقله في 30، وتقريبا كل حوالي 6 شهور اعمل عمليه تغيير دي مره. كمان تاني حاجه لو انا زارع في قصيص اعمل بقى التقليم الشتوي اللي احنا قلنا عليه في الارض المستديمه، نفس النظام هبدا اعمله برده في الاناء او النبات المزروع في قصيص. كده اتكلمنا عن الحاجه المهمه اللي هي التقليم. وطبعا لو انا زارع في قصيص مش هقول لك اضيف سماد بلدي، لانه طبعا هيبقى ريحته مش حلوه وبلم طبعا حشرات، فلا انا هنا ممكن استخدم حاجه ثانيه وهقول عليها دلوقتي ان شاء الله. تابع معايا الفيديو للاخر.
كده اتكلمنا عن التقليم كشيء اساسي لنبات الفول المزروع سواء كان في ارض مستديمه او في الصيص. هناخد وقت 7 خطوات بقى مهمه لازم اطبقها على اي نبات فول مزروع باي كيفيه. 7 خطوات دي تضمن لك نبات جيد، نمو ممتاز، كثافه تزهير عاليه. نمره 1، الري. اي نبات مزهر عموما لو زادت فيه كميه الميه في الري هتقل الازهار، هيتجه نبات للنمو الخضري، وده هيكون على حساب اقرر تاني، على حساب زياده الازهار. كل ما هزود الميه هيحصل تساقط زياده في الازهار وهتقل الازهار وهيتجه النبات للنمو الخضري. عشان كده هتبع قاعده عامه في الري ان بروي عند جفاف الطبقه السطحيه من التربه بعمق حوالي 2 الى 3 سم. طيب 2، التسميد. اي برضو نبات مزهر اذا تم تسميده باسمات ازوتي او نيتروجيني فقط هيتجه نبات للنمو الخضري ولا يزهر. ناس كتير بلاقيها على مواقع التواصل الاجتماعي تقول لك ضيف يوريا، ضيف نترات نشادر، ضيف مش عارف ايه، نبات هيتحسن. كلامك جميل بس خد بالك كده، النبات طالما انا بضيف عنصر الازوت فقط فهنا النبات هيتحول الى النمو الخضري على حساب التزهير. فيفضل هنا استخدام سماد متوازن NPK يعني نيتروجين فوسفور بوتاسيوم اما 19 19 19 او 20 20 20 بمعدل 2 جرام ادوبهم في لتر ميه واسقي بيهم النبات كل 20 يوم مره، يفضل لو السماد ده يحتوي على العناصر الصغرى. تمام؟ لو كان النبات عندي نمو كويس وانا عايز بقى اخد كثافه تزهير عاليه ممكن هنا استخدم سماد عالي الفوسفور عالي البوتاسيوم اللي هو المونو بوتاسيوم فوسفيت برضه معدل 2 جرام لكل لتر ميه وهسقي بيه النبات، ده هيديني دفع كبير جدا للتزهير والنبات هيتجه الى الازهار بكثافه وغزاره كبيره جدا. كده خدنا 2. 3، الاضاءه. نبات الفل نبات بيحتاج للضوء الشديد جدا عشان يزهر لكن لا يحتاج الى الشمس المباشره. فاكر حضرتك لما جيت في بدايه الفيديو قلت لك خلي بالك ده عباره عن ايه؟ شبك تظليل او سيران او نت. انا كنت زارع الفل بتاعي او حتى اللي هو في القصيص ده حاليا في المشتل انا زرعه تحت سيران او تحت شبك تظليل. فمن فضلك لو انت في البيت اما تزرع النبات في ظل شجر او في ناحيه من البيت يكون بيجيها شمس الصباح فقط لمده مثلا 3 او 4 ساعات، ويفضل في دول الخليج والدول التي يعني تتميز بمناخ شديد الحراره في فتره الصيف بالذات ان انا استخدم شبك تظليل عشان احصل على نبات فل جيد في النمو جيد في التزهير. الشمس الحارقه بتاذي النبات، دي نبات ضعيف اصفر ازهاره قليله جدا. في ناس تطلع تقول لك على تواصل مع مواقع التواصل الاجتماعي نبات الفل عشان يزهر اعرضه للشمس المباشره، ده غلط. انا وريتك بالتجربه العمليه، انا زارع عندي حتى اللي في الارض زرعه اسفل اشجار اكاسيا جلوكا وفوق منهم كمان الاثنين انا حاطط طبقه من شبك التظليل او سرام. هنا القصيص اهوت قدام منك وادي شبكه تظليل اهو. انا برضو عامل هنا برضو شبكه تظليل على الاسس عشان اخد نبات قوي مزهر اوراقه عريضه خضره شكله جميل. الرابع نقطه بقى هتكلم بقى عن قص الازهار الجافه. مهم جدا جدا عشان يبقى عندي نبات بصحه جيده ويكون في كثافه الازهار ان انا احرص على قص او ازاله الازهار الجافه من النبات بتاعي. اي زهره تبدا تجف، الزهره تطلع في اول يوم تكون لونها ابيض جميل جدا، تبدا ثاني يوم تاخد لون اللي هو البنفسجي او الارجواني وبعد كده تاخد اللون البني وتجف وتنشف. فانا هنا مهم جدا ان انا ازيل الزهره ديت بالكاس الاخضر بتاعها بجزء من يعني اخد الزهره بالكاس كامله، مش هاخد الزهره فقط اللي هي الجزء اللي نشف، لا. عشان هنا طبعا لما ابص كده بخف الحمل على النبات شويه وبالتالي الغذاء بتاعي كله بيتجه الى باقي النبات ونباتي هنا يتجه الى كثافه في التزهير. كل ما اسيب الازهار اللي جاف على النبات ده يمثل حمل كبير عندي على النبات وبالتالي هيبقى ده على حساب التزهير الجديد. 5 نقطه، اجراء التقليم الصيفي، وده مهم جدا بنسميه تقليم تهذيب. بيبقى في شهر كده نص من نص 7 لنص 8 بعمل هنا بقى ايه تقصير للافرع، بزيل الافرع الجافه الافرع المصابه، اتخلص من الازهار الجافه، اتخلص من الاوراق اللي فيها اي اصابات. ده مهم جدا لازم اجراء اعمله. 6 بقى نقطه، هنا ممكن افضل رش النبات بمحلول من العناصر الصغرى حديد زنك منجنيز مره كل شهر
وغالبا بتكون الحاجات دي موجوده يعني في منها السايل، وطبعا الاصناف اللي هي تكون يعني اسباني وحاجه زي كده تكون يعني جودتها عاليه. وبستخدم تقريبا حوالي من سنتي الى 2 سنتي لكل لتر ميه، وابدا ارش بيه النبات، اخد عندي كثافه عاليه جدا في التزهير. سابع نقطه ان انا هنا اضيف الهيوميك اسيد اللي هو عباره عن منشط قوي للجذور، وبالتالي لما نشط الجذور بشكل قوي هيحصل عندي نشاط عام للنبات، زياده في نمو النبات، زياده في كثافه التزهير. بستخدم الهيوميك اسيد بمعدل 2 جرام هيوميك اسيد بودر، يفضل البودر تمام، لكل نبات 3 مرات في خلال موسم التزهير، مره في بدايه الربيع، مره في بدايه الصيف، مره في بدايه الخريف. بكده اكون قلت 7 نقاط لو انا تبعتهم هحصل على نبات فل قوي جدا في النمو، اوراقه خضراء، ازهار وكثيفه، رائحته عطره جدا. مع خالص تحياتي لكم وتمنياتي لكم بالتوفيق ان شاء الله، والى اللقاء في فيديو جديد. لا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس والمساعده معنا في نشر الفيديو على اوسع نطاق حتى يعم الخير على الجميع. مع خالص تحياتي لكم.